أميمة قدمت إلى المركز الجهوي لتحقن الدم هنا بمدينة مراكش للتبرع بدمها قصد المساهمة في إنقاذ حياة أحد من أفراد أسرتها يحتاج لنقل دم مستعجل. وقبل التبرع فحص لقياس الضغط الدموي تجريه أميمة للتأكد من خلوها من عدد من المؤشرات المضادة التي قد تهدد حياتها إن هي تبرعت بدمها. قديمة تتكلف سمين با 10 مينوت وكل شيء سهل، كل شيء ميسر، يمكن لأي واحد وما كيوقع حتى شي حاجة للصحة، بالعكس كيتجدد لك الدم في 24 ساعة، ما كاين حتى شي خطورة. يوسف انخرط أيضا في هذا العمل الإنساني، فهو من المتبرعين الأوفياء الذين يحرصون على القدوم عديد المرات إلى المركز، فباتت هذه العملية ممارسة عادية في سلوكه. هذه المرة الرابعة تنتبرع، يعني من الناس يجوا يتبرعوا، الناس المحتاجين لهذا الدم، الصبيان، الناس كبار، الناس اللي محتاج يتبرع ما فيه مشكل الحمد لله. يحتل المركز الجهوي لتحقن الدم بمراكش المرتبة الثالثة على الصعيد الوطني بعد الرباط والدار البيضاء. الطلب المتزايد على الدم جعل هذا المركز يسجل خصاصا في هذه المادة الحيوية، فبلغة الأرقام تم تسجيل فقط 29 ألف كيس من مخزون الدم السنة الماضية. طمحنا أننا في الأهداف ديالنا ديال هذه السنة أننا نديروا 32 ألف كيس، استطعنا وعبئنا جميع المجهودات ديالنا وقدرنا في الأسدس الأول ديال العام 2016 يعني البرومي سيمستر درنا 30 ألف، يعني فتنا الاحتياجات ديالنا ولا الهدف ديالنا ب 14%. هذا الشيء كل شيء زوين، ولكن احنا مازال بغينا ان شاء الله نوصلوا للاهداف اللي هي تكون مشرفه. ولن تتاتى هذه الاهداف المشرفه الا بمبادرات منتظمه لمتبرعين، لا تحركها فقط حملات او نداءات للتبرع، بل يجب ان تصبح ثقافه وسلوكا عاديا في حياه المواطنين لانقاذ حياه من هم في حاجه الى قطره دم.